بالوقت الحاضر ممكن تروح على انتل وتشتري منها اي 7 او اي 9 ويوصل 150 واط. في هيك وفي هيك. اوكي ترانزستورز بالمناسبة انفيديا هاي الايام هذا 3 بليون ترانزستورز وانفيديا هاي الايام تصنع جي بي يوز تشيب فيها اكثر من 20 بليون ترانزستور. الميموري باندويث بفرق رهيب جدا. يعني هذا له عدد قليل مثلا 2 بورتس مع الميموري، بينما شفتوا هذا له much more ports 4 أو 5 مش متذكر قديش العدد، لكن في more ports. ومش بس هيك، البورد نفسه ملحوم عليه الديرام، وقريبات الديرام على نفس البورد قريبات من الجي بي يو. هذا بيعطيك سرعة أعلى، بينما بال البروسيسرز العادية بيكون في عندك مذر بورد، البروسيسر تشيب بتيجي على سوكت، والديوال انلاين ميموري موديولز الديرام بيجوا على سوكت خاصات فيهم، وفي بيناتهم بورد، وهون في سوكت وهون في سوكت، فبعاد عن بعضهم عدد الوايرز بيكون اقل، الباندويث بيكون اقل، فهذا ماتش هاي. Single precision SIMD operations هذا في أكثر لأنه هذا في more processors. Double precision في أكثر. Peak single processor flops يعني تفاصيل المهم تأخذ الفكرة العامة. لو قارنا بين ال core i7 بنلاقي ال roof line model تبعه بنلاقي ال roof i 51.2 بالعشرة، بينما هذا حتى لسه الأصغر 280 مش 480، 280 أعلى. هون أنت حتى تحقق هذا بدك intensity، arithmetic intensity عالية 4، بس هون لانه الميموري باندويث اكبر ممكن انك تحقق البيك باندويث عند تقريبا نص، فلانه الميموري باندويث في جي بي يو اعلى بحصل بيك بيرفورمانس بسهوله اكثر. هذا مقارنه على بنشماركس. اوكي هذا في كيرنلز معينات والمقارنه بين البرفورمانس تبعهم بمعايير مختلفه بين الكور وال 280، وهي نسبه بيناتهم. يعني بعتمد على الكيرنل. شوفوا هذا الكيرنل في a lot of parallelism وبحصل الجي بي يو 15 ضعف البرفورمانس تبع الكور، وفي بعض مرات اقل من واحد. في بعض الابلكيشنز الباراليزم اللي فيها الداتا الباراليزم اللي فيها مش كافي، وبالتالي لما تكون الاوبريشنز قاعد تنفذ one instruction one operation at a time تنفذها على i7 اللي بشتغل على frequency أعلى بكون أفضل لك من إنك تنفذها على إشي كبير ومش مستغل إلا جزء بسيط منه. فالجي بي يو إذن مش هي حل سحري لكل البرامج. بعض البرامج أفضل إن ننفذها على سي بي يو واللي فيها هاي داتا ليفل باراليزم بننفذها على الجي بي. طيب هذا ننتقل هسه لموضوع ثاني يلي هو المالتي ثريدنج بيرفورمانس.
هلا هذا parallel program في الواقع هاي function من مرر لها vector A, vector B, vector C ومنحدد قديش أطوالهم وهاي بدها تعمل إشي على كل واحد من هذول يعني بدها في 3 nested loop بتمر على SK من 0 ل N وبتمر على SI من 0 ل N وبتمر على SJ من 0 ل N وبتطلب دو بلوك يعني بتطلب انها تعمل 1 بلوك كومبيتيشن يعني من نطلب 1 بلوك ات تايم هون ونطلب 1 بلوك كومبيتيشن قد يكون هي هاي ميموري مالتيبليكيشن يعني بنضرب A في B وبنحط النتيجة بزي بسي وبنعملها نعملها على بلوكس تفاصيلها مش مهمة تفاصيلها مش مهمة يلي بدي اياك تعرفوا انه this loop بدنا ننفذها in parallel فهذا directive pragma open multi-processing OpenMP parallel يعني 4 يعني بدنا نقول انه هاي parallel 4 فبطلب من الكمبايلر انه يحولها يحول تنفيذها ل باستخدام multiple threads فالكمبايلر that supports OpenMP بيخلق الكود يلي بلزم حتى نعمل multiple threads وكل thread يعطى some slice يعطى جزء من الشغل والمهم في هذا الموضوع انه بدي نطلع على هذا speed up curve هذا الكيرف بيعطيني كم ثريد استخدمت to execute this loop يعني لما حولت هذا البرنامج ل parallel version ونفذته ممكن تنفذه على 1 على 2 على 4 8 على 16 وبتقيس السبيد اب بتقيس السبيد طبعا linear speeder انه باستخدام 16 تحصل 16 بس ما بتحصل 16 بتحصل اقل من 16 يعني كل هذول الكيرفات اقل من الكيرف اللي بوصل linear speeder بين 1 و 16 يعني للوهلة الاولى باستخدام 16 processors باستخدام 16 processor بدي احصل speed up of 16 بس هذا ما بصير باحسن شيء حالة بتحصل بال 16 13 ونص في هون 4 كيرفز الفور كيرفز هم قديش حجم الاريز يلي بستخدمهم هل هو 960 960 ولا 480 ب 480 ولا 160 ب 160 ولا 32 ب 32 هاي الاري اللي 32 ب 32 هذا حجم الشغل قليل يعني اضرب 32 ب 32 بيطلع اقل من 1000 بشوي عدد الاليمنتس اقل من 1000 الملتيبليكيشن اوردر تبعه او 3 فبدك تضرب بدك تضرب 1000 ب 32 يعني 32 1000 اوبريشن هذول قليلات بينما هاي هي تقريبا 1000 ب 1000 ب 1000 which is 1 جيجا فرق كبير بين 30 كي ومليون اوبريشن فلما يكون عندك 1 جيجا
وتوزع على كل ثريد شغل كبير. وقت التنسيق بين الثريدز والوقت اللازم لإنشاء ثريد وإنهاء الثريد بصير نيجليجبل كومبيرد للشغل اللي بده يعمله ثريد. أما هون لما 30,000 أوبريشن توزعهم على 16 حجم الشغل اللي بيشتغلوا الثريد الواحد قليل، الزمن اللازم to create and destroy a thread and to coordinate among the threads بصير relatively كبير، فأنت السبيد اب اللي بتحصله بكون واطي. فكل ما كبرت المسألة، يعني إذا المسألة تريفيال سخيفة صغيرة جدا، يفضل انك تحلها ب 1 ثريد، لانه اذا حليتها ب مور ثريدز راح تفصل سبيد اب اقل من واحد. اذا كانت اكبر شوي ممكن انه والله لعند 8 ثريدز، لعند 8 ثريدز بحصل 4.8 سبيد اب. اما اذا كانت كبيره مثل هيك فممكن ب 16 ثريد تحصل فوق ال 13 مرة سبيد. فهي رسمة غنية بالمعلومات بتقولنا انه the more processors we try to get higher performance, higher speed up، لكن هذا من حصله اذا كانت المسألة بتستفيد من الparallelization وكان حجمها كبير. يعني هاي رسمة مكملة، يعني هاي بتقول لك قديش في جيجا فلوبس باستخدام 16 بروسيسور، لما تكون المسألة كبيرة بتحقق اشي كبير، لما تكون المسألة اصغر شوي بتحقق، لما تكون المسألة صغيرة حتى ب 16 بروسيسور مش هتحقق هاي بيرفورمانس، only 8 جيجا فلوبس. يعني هاي الرسمة حتتفهمها بدك تتذكر الرسمة اللي قبلها. الموضوع الأخير سلايد 56، طبعا الجول ل غالبية الكمبيوتر ديزاينرز كمبيوتر أركيتكتس to get higher performance. We get higher performance by using multiple processors. يعني تحسين الكور الواحد ما بيجي منه نتائج كثيرة، صح بعدهم قاعدين بحزنوا الكور الواحد، لكن ما مش كثير بيجيب نتائج exponentially performance increase. قاعدين بنحصل نتائج افضل عن طريق مور بروسيسورز، وهي بالمناسبه لعبه انفيديا والجي بي يوز. قبل كم سنه كان مئات البروسيسورز بالشيب الواحده، والان سيفرال ثاوزندز اوف بروسيسورز بالشيب الواحده. طبعا في ديفيكولتيز، يعني لما يكون عندك مالتيبل بروسيسورز بدك تشغلهم، ف you need to develop parallel software, parallel programs، وبرضه بدك تعمل architecture ملائمة لل parallelism that you are trying to exploit. SAS، مين مرق عليه هذا الاصطلاح؟ S W A S. إشي بالكلاود. إشي بالكلاود، صح. شطور. كملي. تقول إشي بس هو موجود في الكتاب تبعنا بأول السلايدات chapter 4. صح. اللي هو software as a service. إنه على الكلاود في some software that I use. مثلاً Google Docs هو software as a service. في ناس بتدفع في ناس Office 365 تبع Intel. في ناس بتدفع في ناس ما بتدفع، بس أنت بتحصل الأوفيس، بتحصل الأوتلوك من الكلاود. You don't run anything، بس
you access it through the browser. But this is software as service. Software as service importance is growing, and clusters are a good match. هلا حتى جوجل ولا مايكروسوفت تعطيك software as a service. في عندها millions, maybe billions of users بدهم its services. كل واحد له documents الخاصة فيه. أوكي؟ فبهاي الحالة ال multiple users هم independent عن بعضهم. فبال clusters, بال farms, بال data centers تبع جوجل ومايكروسوفت ولا أمازون بكون في عندهم tens of thousands of computers. وكل كمبيوتر طبعا قوي في multiple cores وإلى آخره، لكن different cores بيخدموا different users. فبشان هيك بقولوا الكلاسترز اللي هي عبارة عن كمبيوترات مشبوكة مع بعضها، لكنها هي independent، مش مثل ال shared memory multi processors. هي good match لل multi tasks، لل independent tasks. من التعابير برضو المهمة performance per dollar and performance per joule tool. أوكي. شو بتفهم من performance per dollar؟ قديش تحصل الفرق بالصحيح؟ قديش تحصل performance؟ هذول تعبيرين إلهم أهمية. يعني أوكي تقليدياً الهاير بيرفورمانس هو اللي كان مهم، بس مع ظهور الموبايل ومع ظهور الكلاود WSC هذا اصطلاح مهم اختصار لويرهاوس سكيل كمبيوتر. أو computers, warehouse scale computers. شو يعني warehouse؟ مخزن. طبعاً لما نحكي عن مخزن مش مخزن أبو دكاني، هذا صغير. نحكي هذول مثل الهناجر الكبار جداً، المخازن الضخمة بتاعت أمازون. في جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وامازون عندهم large clusters of computers. الواحد في tens of thousands of computers على شكل cluster. هذول بحطوهم بwarehouse ضخم جدا، وهذا الwarehouse الضخم جدا بصرف كهرباء بالميجا واتس، مثلا 15 ميجا وات تبريده وتزويده بالكهرباء مسألة هندسية صعبة جدا. بنفس الوقت بدهم يخدموا ناس كثير، فلازم يكون عندهم many computers, many cores. وبنفس الوقت لازم أي يعني إذا في شغلة بدي أشتري منها بالآلاف، إذا وفرت بكل يونت few dollars بوفر بالملايين. فبيختاروا الهاردوير كونفيجريشن بحيث إنهم يحصلوا highest performance per dollar بدفعوه. يعني إذا أجيب 10 كمبيوترات الخاص بلاطوني performance أكثر من 5 كمبيوترات غاليين بجيب العشرة. يعني دائما بتحسب مجموع performance بتقسم على مجموع الكوست، والتصميم اللي بلاطيك highest performance per cost هو اللي بتشتريه. برضو برضو بالwarehouse scale computing هذا المعيار مهم performance per dollar. بس برضو performance per dollar
بدك تأخذ بعين الاعتبار إنه أنت تدفع بالبداية مبلغ معين لشراء الأجهزة، بس لمدة 5-10 سنين بتضلك تدفع كمان فاتورة كهرباء وصيانة وسوفتوير أبديتس ولايسنسز وإلى آخره. فلما يحسبوا البرفورمانس بير دولار بلوكوا بعين الاعتبار كل النفقات الأخرى. فناس مثل جوجل بالويرهاوس سكيل كمبيوترز بيدوروا على التصاميم يلي على المدى الطويل بتعطينا تكلفة أقل. فاللي بالأساليب اللي بتخليني أطفي كور، أطفي كمبيوتر مش مستخدم، أنزل الكلوك تاعته إذا ما كان مش حتى يصرف كهرباء أقل، كلها هاي الأساليب بلجأوا إلها واستخدموها. طبعاً performance per joule، performance per joule موضوع ثاني مهم وهذا أهم بالموبايل كومبيوتر يلي بيعتمدوا على بطارية. تقليدياً نحن بنقيس البرفورمانس على الباور، والوحدات وهاي بالوات تقاس الباور. هذا مهم للي مشبوك بشكل مستمر مع كهربة الحيط. إذا أنت مشبوك بشكل متصل مع كهربة الحيط والباور دائما واصلتك، فمهم جدا أنك تقلل الوات حتى البرفورمانس باور ريشيو يكون أعلى ما يمكن. لكن للموبايل كومبيوتينج اللي انت عايش على بطارية، البروسيسور بيشتغل، البروسيسور بيشتغل لما نطلب منه انه يشتغل، والبروسيسور ببطل يستهلك بطارية لما نطفي يخلص البرنامج المطلوب منه. فممكن اني اشغل كمبيوتر بروسيسور يشتغل لفترة من الزمن ويخلص، خلال هذا الزمن في له performance معين بيعمل اللي عليه بعدين بتفهم. ممكن نراقب ال power consumption تاعته وهو شغال ممكن بصرف كهرباء هالقد بالوقت، هل قد بالوقت. حالة حل هذا وضع، ممكن اني اشغل وان كور واحتاج هذا الزمن حتى اخلص البرنامج واكون صرفت هالقد وقت. فالتوتال انرجي اللي اخذتها من البطارية بتساوي الزمن. هلا في الباور وفي الانرجي، الانرجي بيساوي الباور ضرب الزمن. ف
الانرجي اللي صرفتها من البطاريه بيساوي الباور اللي سحبتها من البطاريه ضرب الزمن. بعض مرات ممكن انك تلاقي سيناريو ثاني بانك تحصل اللي بدك اياه بانك تستخدم تو كورس، تشغل التو كورس لزمن اقل، تو كورس لزمن اقل. ولما تشغل التو كورز لزمن اقل الباور كونسبشن اكيد راح يعلى، لكن البرفورمانس يعني مساحه البرفورمانس بدها تكون ثابته، بتقسمها على التوتال انرجي. والحل اللي بيعطيك برفورمانس بير انرجي افضل هو اللي بتعتمده، لانه بالنهايه انت عندك بطاريه وبدك بدك اياها تعمل الشغل او تعمل اكبر عدد اكبر حجم من الشغل او تعيش معي لفتره زمنيه. فمشان هيك بالموبايل كومبيوتينج الاهم انك تفكر بالبرفورمانس تقسيم الانرجي يلي بتنقاس في الجول. تأخرت عليكم صح؟ هاي آخر سلايد. هاي آخر سلايد هي expected، يعني حاولوا بال 2011 يتنبؤوا شو راح يصير لحد 2023. الافتراض إنه بالمندي عدد الكورس بيزداد 2 new course purchased every 2 years. وبرضو افترضوا انه دبل السمدي operations every 4 years. اوكي فهي هذا لوج سكيل. ف يعني هون هاي واحد هاي اثنين كل سنتين قاعدين يفترضوا انهم بيقدروا يضيفوا 2 كورس، بعدين كمان سنتين يعني بصيروا 4 وهكذا. بعدين فهذا الكيرف اللي بتوقعوا فيه زياده عدد الكورس مع الوقت. السمدي اوبريشنز كل 4 سنين بيفترضوا انه عدد الريجسترز والويث اوف فانكشنال يونتس بتتضاعف. ف هون على فرض انك قاعد تقدر تعمل 1 سمدي اوبريشن بير سايكل، بعدين بتتضاعف بعد 4 سنوات ل 2، بعدين ل 4 اند بعدين ل 8 بعدين ل 16. فهذا السمدي اوبريشنز. طبعا في تو كيرفز، واحد لسنجل بريسيشن واحد دبل بريسيشن. هلا التوتال بيك بيرفورمانس اللي بنحصله هو عدد الكورس ضرب السمدي اوبريشنز اللي بنحصلهم. فاضرب هذا الكيرف بهذول التو كيرفز بتحصل هذول التو كيرفز، وهذا اولموست لينير. يعني توقعهم انه البيك بيرفورمانس راح يزداد بشكل اكسبوننشال لينير، مع لوج سكيل معناته بتصير اكسبوننشال. في الواقع هاي الرسومات هي متحفظه وفعليا عدد الكورز اللي الان بنلاقيه بالبروسيسورز هو فوق الهاي اند، فوق ال 30، وبالتالي لسه الكيرف الحقيقي هو اعلى منه. ماشي الله يعطيكم العافيه. بكره قبل الساعه 12 لازم تكونوا سلمتوا التقارير تبعكم وبعثوها بالايميل، والله يعطيكم العافيه.